السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم ارتفاع كبير جدا في الأسعار. سجل الذهب عيار 24291 ونص البيع، 1285 و75 قرش الشراء. أما الذهب عيار 22 سجل 1183 و75 البيع، 1178 ونص الشراء. أما الذهب عيار 21 1130 البيع، 1125 الشراء. أما الذهب عيار 18 سجل 968 ونص البيع، 964 وربع الشراء. الذهب عيار 14 سجل 753 وربع البيع، 750 الشراء. الذهب عيار 12 سجل 645 و75 البيع، 642 و75 الشراء. أما الذهب عيار 9 سجل 484 وربع البيع، 482 وربع الشراء. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكراً.